السلام عليكم. لو احنا عايزين نشوف فين الكلاشات، هاجي هنا على كلاشز وابدا اقول له فايند كلاشز بين مثلا الاستراكشر والميكانيكال. تمام، ده التوليرانس، يعني المسافه قد ايه ممكن يطنشها واعتبرها بش كلاش. الاسم الكلاش هيبقى اسمه ايه؟ فايند كلاش. هيبدا بقى يدور على الكلاشات ويجيبها لي هنا. تمام، لا كان مشكله، لا 347. تمام، ده بسبب ان انا عملت تعديل كده، كل كلاش بيديك نقطة فيها هيت. تمام، دي المشاكل الاوبن اجنور كلوز، بتبدأ تتعلم على كل مشكلة وتشوف هل هي فعلا دي مشكلة ولا لا. انا بعمل زوم، اول ما بدوس عليها مشكلة بيعمل هو زوم عليها. تمام، بالشكل دوت كل مشكلة فيهم تقدر تعمل على سيلكت وتقول له مثلا اجنور، اعتبرها مش مشكلة، اعتبرها كلوز، اعتبرها اتحلت وهكذا.